نعم ميشيل، أبرز تطورات هنا في الساحل الغربي باتجاه الحديدة هو ما قامت به قوات المقاومة المشتركة اليمنية التي تدفع خلال الأيام القليلة الماضية واليوم تحديدا بتعزيزات قوية خاصة باتجاه الدرهمي ومناطق أخرى لدعم الجهد المستمر باتجاه الحديدة استعدادا لمعركة واسعة تهدف إلى تحرير المدينة من ميليشيات الحوثي. أيضا انطلقت هذه التعزيزات من المخا إلى جبهات الساحل الغربي تضم تشكيلات عسكرية من ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي. ينضم إلينا الآن شبكة مراسلي سكاي نيوز عربية في جبهات متعددة هنا في الساحل الغربي من حيث مراسلنا ياسين الرضوان، ومن الجاح مراسلنا فواز منصر، ومن الخوخة مراسلنا محمد القاضي. أبدأ مع ياسين الرضوان من حيث. ياسين، نبدأ من أهم التطورات في ظل الدفع بتعزيزات خلال هذين اليومين، خاصة اليوم باتجاه الدرهمة، اطلعنا على أبرز تفاصيل المشهد. أيضا المشهد الآن في مديرية حيث مستتب، الأوضاع هادئة على ما تبدو إلا من بعض المركبات والكتائب التي تمر بشكل مستمر من القوات المقاومة المشتركة إلى المناطق الملتهبة في الصفوف الأولى، وأيضا القوات السودانية التي أيضا كانت بعتادها متجهة أيضا هي الأخرى لتأمين المناطق المحاذية لكافة تلك المناطق الملتهبة. إذا نحن الآن أمام عملية خطيرة للغاية، هذه الخطة التي اعتمدها التحالف العربي في تحريره للساحل الغربي سوف يتحدث عنها الإعلام طويلا، حيث شطر الساحل الغربي إلى نصفين. في البداية شطر الساحل الغربي وسيطر على شريط الساحل من الخوخة وحتى الدريهمي، وكان من المتوقع أن يتم دخول المطار لكنه توقف عند خطوط المطار وعمل عملية التفافية خطيرة للغاية سوف يتحدث عنها الإعلام في الفترة القادمة. لذلك الآن تم يعني هناك قوات من المقاومة المشتركة في هذه الساعات أيضا تتقدم بنحو خط كيلو 16 ولقطعه ولقطع خطي إمدادين رئيسيين. سوف تكون الميليشيات في حالة انكماش، في حالة الكماشة، سوف تعزل مديرية بين المنصورية وبين الفقيه وبيت الفقيه وأيضا الحسينية وزبيد، سوف تكون هذه كلها في كماشة التحالف العربي والمقاومة المشتركة، وأيضا سوف يتم يعني الدخول إلى المطار بعد تطويق هذه ومنع أي دخول أو إسناد من قبل قوات أو الميليشيات الحوثية. إذا نحن الآن أمام عمليات خطيرة للغاية ينفذها التحالف العربي وتكتيكات استراتيجية تمارس هنا الآن في جبهات الساحل الغربي، تكتيكات فن الحرب الاستراتيجية والتي تشل الميليشيات الحوثية. نحن أمام تطور استثنائي ونوعي في الساعات والأيام القليلة القادمة، خاصة مع بدء المرحلة الثانية من تحرير الساحل الغربي وانتزاع ميناء الحديدة والمدينة بشكل عام. سنبقى على اطلاع منك دائما ياسين عن تطورات المشهد من حيس وأيضا المناطق القريبة منها. شكرا لك ياسين. أنتقل الآن إلى الجاح وهي إحدى المناطق المتقدمة باتجاه الحديدة. فواز، لديك أيضا المزيد حول المشهد من هناك. نعم فيصل، نحن الآن في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، هذه المنطقة الاستراتيجية التي يتفرع منها خطوط نحو مناطق أخرى بما فيها مديرية أو منطقة الحسينية. هذه المنطقة حاولت الميليشيات خلال الثلاث الأيام الماضية التسلل إلى هذه المنطقة لكن تم إحباط تلك المحاولة ومنيت الميليشيات الحوثية بخسائر كبيرة وأجبرت على الفرار من هذه المنطقة. اليوم اللافت هنا في جبهة الجاح وأيضا في جبهة الدريهمي القريبة من هذه المنطقة وتقع شمال هذه المنطقة، اللافت هو حجم التعزيزات الكبيرة لقوات المقاومة اليمنية المشتركة. هناك آلاف المقاتلين اليوم توجهوا إلى هذه المنطقة، المئات من المركبات والآليات العسكرية التابعة لقوات المقاومة اليمنية المشتركة، هناك أرتال عسكرية وصلت من المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح، بالإضافة أيضا إلى أرتال عسكرية أخرى تابعة لألوية العمالقة وأيضا قوات أخرى تابعة للمقاومة التهامية، جميعها تعمل جنبا إلى جنب في مهمة
طرد الميليشيات وتحرير مدينة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي. توزعت هذه القوات التي انتشرت والتي وصلت إلى منطقة الجاح ووصلت أيضا إلى منطقة الدرهمي، توزعت واستحدثت مواقع جديدة بانتظار ساعة الصفر لبدء عملية عسكرية هي المرحلة الثانية من تحرير مدينة الحديدة. هذه القوة العسكرية التي وصلت إلى هذه المناطق انتشرت أيضا على امتداد الشريط الساحلي لتأمين المناطق الشرقية الواقعة على الخط الساحلي وإحباط أي محاولة تسلل وأيضا التقدم باتجاه الشرق. إذن العملية العسكرية في الحديدة لن تكون من محور واحد وهو محور الدريمي، وإنما ستكون من عدة محاور، خصوصا أن القوة أو التعزيزات التي وصلت هي انتشرت من انطلاقا من مديرية غرب مديرية التحيتة وصولا إلى منطقة الجاح. معظم القوات العسكرية أو التعزيزات العسكرية هي توجهت نحو مديرية الدريهمي، استحدثت عددا من المواقع، نفذت عملية انتشار واسع بانتظار بس الأوامر لبدء معركة جديدة، معركة الدخول إلى مدينة الحديدة، معركة أيضا ستنطلق من عدة محاور من داخل مديرية الدريهمي. بحسب مصادر عسكرية أنه من إحدى المحاور هو التقدم نحو المنصورية لقطع خط الإمدادات عن ميليشيات الحوثي. إذن اليوم المقاومة اليمنية المشتركة تنتشر بشكل كثيف في هنا في الساحل الغربي بما فيها هذه المنطقة التي يتواجد فيها. يوجد خلفي أيضا قوة عسكرية تابعة لقوات المقاومة اليمنية المشتركة انتشرت في هذه المنطقة وأخرى توجهت نحو الجهة الشرقية لغرض تطهير ما تبقى من جيوب ميليشيات الحوثي في بعض المزارع بعمق 10 كيلو من هذه الخط الساحلي. نعم، ننتقل أيضا الآن إلى الخوخة مع محمد القاضي. محمد، يعني في ظل هذا الضغط الآن العسكري، ما هي خيارات الحوثيين؟ كيف يتم رصد تحركاتهم في ظل تضييق الخناق عليهم أكثر وأكثر، والخوخة منطقة يبدأ منها التمشيط ووصول التعزيزات؟ نعم بالفعل فيصل، تبدو خيارات المتاحة أمام الحوثيين ضيقة جدا باعتبار أن هذا الكم الهائل من القوة التي تحشد لجبهة الساحل الغربي وبالتحديد إلى مدينة الحديدة وبهدف استعادة السيطرة عليها واستعادة الميناء الاستراتيجي الهام، ليس هناك أي خيار آخر أمام الحوثيين. لقد فقدوا كل الخيارات التي كانت متاحة لهم، وخاصة الخيار السياسي الذي كان يمنحه المبعوث الأممي بتسليم المدينة سلمي بشكل سلمي بدون أي عملية عسكرية، لكن إصرارهم على التمسك بهذا الخيار العسكري سوف يكون له نتائج كبيرة هناك على الصعيد تواجد الحوثيين في هذه الجبهة المهمة وهي جبهة الساحل الغربي. الحوثيين في حالة هزيمتهم في هذه المعركة وهو أمرا مسلم به، هم سيفقدون قيمة سياسية كانت تمنحهم هذه المدينة باعتبارها مدينة مطلة على البحر الأحمر ومجاورة للمصالح الدولية على البحر الأحمر، وبذلك هم يدركون أهمية هذه الورقة التي كانوا يستخدمونها لابتزاز المجتمع الدولي والحصول على أكبر قدر من المكاسب في المفاوضات التي كانت تدار هنا وهناك، ولذلك فهم فالسيطرة على الحديدة ستفقدهم قيمة سياسية وورقة كانوا يلعبون بها وهي ورقة مهمة. أيضا السيطرة على الحديدة سيدفع الحوثيين بعيدا عن آخر منفذ لهم وهو المنفذ البحري، ولذلك سيدفعهم إلى المناطق الجبلية وهي مناطق غير صديقة وغير للحوثيين، وخاصة ريمة وأيضا المحويت وحجة، وبذلك سيفقدون كثيرا. كما أن الحوثيين هزيمتهم هنا ستعني هزيمة لهم في أكثر من موقع فيصل، باعتبار أنهم وضعوا ثقلهم في هذه الجبهة وضخوا بأكبر عدد ممكن من قواتهم وأيضا من قياداتهم الميدانية. إذن من الخوخ محمد القاضي، وأيضا كان معنا من الجاح مراسلنا فواز النصر، وأيضا كان معنا من حيث مراسلنا ياسين الرضوان. سنبقى على اطلاع منكم دائما عن تطورات المشهد هنا في الساحل الغربي. إذن ينضم إلينا الآن من عدن الخبير العسكري والاستراتيجي علي ناجي عبيد. سيد علي، كيف تتابع التطور العسكري وأيضا هذه التعزيزات الآن العسكرية المتزايدة خاصة باتجاه الدريهمي والمناطق القريبة منها؟ كيف يتابع الحوثيون في رأيك هذا الحشد العسكري الكبير؟ المتابعة الحشد العسكري الكبير يبدأ أولا من الحشد الإعلامي الكبير لقناة سكاي نيوز لتغطية المعركة القادمة
بنقاطها المختلفة من العمق إلى منطقة الانطلاق، ومن منطقة الانطلاق بالعكس إلى العمق. هذا وحده مؤشر أن هناك عملية عسكرية جادة يحضر لها، ويحشد بالمقابل قوات عسكرية كما ورد في تقريركم من المقاومة الجنوبية أو قوات العمالقة وحراس الجمهورية والمقاومة الوطنية والمقاومة التهامية. طبعا هذه القوى لم نسمها نحن حتى الآن منذ بداية المعركة بالجيش الوطني طبعا، لكن الأعمال القتالية التي اتبعتها إدارة الحرب أو إدارة المعركة بالتحديد هي فعلا تنم عن أن هناك جيش أو نواة جيش حقيقي، يعني اتبع المناورات العميقة، الالتفاف، الاقتراق العميق، وبالتالي حقق مكاسب سريعة وبكلفة أقل. وبعدين التفت لمثل تطهير الجيوب التي في الخلف، وهو يعد من جديد للتقدم لتحقيق الهدف المحدد للمعركة، هو التحرير أو استعادة الحديدة من نعم. أيدي الميليشيات الإنقلابية. نعم. في ظل هذه القوة العسكرية، دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وأيضا وجود هذه التعزيزات للمقاومة اليمنية، في رأيك ما السيناريو الأقرب لمسار المعركة القريبة الآن من الانطلاق؟ بطبيعة الحشد من المقاومة زائد قوات الحلفاء والدولة السودانية والدعم المباشر من القوات الإماراتية ودعم كامل من قوات التحالف على رأسها المملكة العربية السعودية، نتوقع بأن هدف كبير مثل الحجر ليس فقط لا يكتفي بالاقتحام من البر من الجنوب باتجاه الشمال، ولكن نتوقع أن تستخدم أساليب جديدة في المعركة لأهمية الهدف ولتجنب إطالة أمد المعركة، وبالتالي تجنب تجنيب المواطنين من الخسائر المباشرة وغير المباشرة للمعركة لاستعادة الحديدة، مثل الإنزالات البحرية، الإنزالات الجوية، والدعم الجوي والبحري الكثيف في لحظات المعركة، بيت تحقق بشكل عاجل اختراقات سريعة تذهل الميليشيات يا إما للإسلام أو أيضا ترك الفرصة أمامها للانسحاب، وبالتالي الالتفات للحوار السياسي. نعم، يعني يبقى أمامها فرصة، يعني ممكن أن يبقى فرصة لدى الميليشيات للالتفات للجانب المحور أو الجبهة طيب. السياسية. نعم، في ظل ما تابعناه نعم. خلال الأيام القليلة الماضية أو الأسابيع القليلة الماضية في ظل التحضير لهذه العملية، وباختصار سيد علي، لماذا تختار هذه الميليشيات الشمال، شمال الحديدة، للانسحاب؟ لماذا هذا النطاق تحديدا باختصار شديد إذا سمحت؟ أجين لماذا يتم اختيار شمال منطقة الحديدة للانسحاب؟ لماذا هذا النطاق؟ هل المسألة متعلقة بأبعاد عسكرية أم جغرافية أم ماذا؟ الشمال الحديدة طبعا سيبقى مساحة من الساحل من الحديدة وحتى ميدي بأيدي الميليشيات، لهذا ممكن هي أن تنسحب منك لتضمن منفذ جديد على الأقل ليس من نعم. إذا كان معنا من عدن الخبير العسكري علي نجع بيت، شكرا جزيلا له. في ظل هذه التطورات العسكرية المهمة، يبقى عودة وأيضا طبيعة الحياة إلى مناطق تم تحريرها. الأسواق في مدينة المخا بمحافظة تعز تشهد انتعاشا كبيرا في ظل دعم التحالف العربي وأيضا المقاومة لتمشيط هذه المدينة، وأيضا ابتعاد الحوثي عن نطاق واسع منها.
محمد القاضي كان هناك ورصد لنا هذا التقرير. تدريجيا تتعافى مدينة المخاء الساحلية غرب محافظة تعز بعد استعادة السيطرة عليها من الحوثيين، إذ تشهد أسواق المدينة انتعاشا نسبيا في الحركة التجارية والبيع والشراء بعد أن عادت الحياة إليها. في حركة كبيرة في المخاء، يعني بالنسبة للسوق والأسواق في حركة، في ناس متواجدين في منطقة المخاء بسبب أنه شعروا بالأمان فيها، وهذه الأسباب أعتقد هي وسائل يعني أبدوا فيها أعمال حركات الأسواق. استقرار الوضع الأمني وعودة تشغيل محطة الكهرباء بفضل جهود الهلال الأحمر الإماراتي ساهم كثيرا في إعادة تطبيع الحياة بعد الحرب وخدمة مصالح المواطنين الاقتصادية والتجارية وإنعاشها. كهرباء عندنا اليوم نعمة الله، كنا من أول الوقت أسوأ، كان ما لا كهرباء ولا الدنيا عندنا دقدقة دقدقة. الكهرباء اليوم الناس كلهم يعيشونها، الناس اللي ضباحة مرتاحين داخل بيوتهم، واللي يطلب الله في الدكاكين ما يخسروش عاد. الدنيا في المخاض اليوم نعمة الله، الكهرباء توفرا أحسن من أول كثير الصراحة. كما تستقبل المخا الآلاف من الأسر النازحة من مناطق الحرب غرب محافظة تعز وبعض مديريات محافظة الحديدة. بعد عام ونصف من استعادة السيطرة عليها من قبضة الحوثيين، شهدت مدينة المخا نوعا من الانتعاش الاقتصادي والتجاري، وكان لاستتباب الوضع الأمني وعودة التيار الكهربائي دورا كبيرا في ذلك. محمد القاضي، سكاي نيوز عربية، المخا. إذا سنرصد لكم عبر سكاي نيوز عربية تطورات المشهد، خاصة في المناطق التي يتم تحريرها. الجانب الإنساني مهم أيضا في تغطيتنا عبر شبكة مراسلينا، وأيضا التواجد على نطاق مهم وقريب باتجاه الحديدة لرصد التطورات العسكرية مع كاميرا سكاي نيوز عربية. نعود الآن من الساحل الغربي إلى أبوظبي وبقية الأخبار مع ميشيلا.